المولد النبوي الشريف. خليني نبدا معاك، كيفاش تعيشوا المولد في القروه؟ كل عام ربي يحييكم، ساعه نقولوا ربي يحييكم الامثال، ومولد ديما القروان ديما هذه حاجه حتى القلب معناتها يبدا يدق عليها، معناتها يقولوا نحن يبدا يستنى فك النهار هذاك مولد النبوي الشريف نحتفلوا به. ان شاء الله كل عام الناس كل حين بخير، وتوانسه والعالم العربي الكل. ان شاء الله ربي يدوم علينا هكا النعمه هذه، وان شاء الله راه ديما صحتنا لاباس. المقروض اللي يقول القروان يقول المقروض، بخلاف المقروض اكيد فما النحاس، فما النسيج، فما برشا صناعات تقليديه وقديمه بالضبط الخبز، لكن زاد المقروض. المقروض هذا غرامك انت بالذات، والحسره هذه واللهوه، كيفاش بدا مع المقروض؟ شنو الحكايه؟ المقروض بديناها احنا من صنعة من وقت الوالد حي، معناتها هذه صنعة تربينا عليها، والمقروض صنعة تقليدية متاعنا، هذه الأصل الأصيل القيرواني، فهمتني؟ تتخدم كما تعرفوا فحات وقرفة وعود وشوش ورد، معناتها برشا وقفة فيها خدمة برشا تعب وبرشا صعوبية. ما خممتش نهار قلقت قلت خويا أنا يزيني تعبت وإلا الغرام خليك؟ هذايا غرام، هذايا غرام، هذا غرام، وصنعت صنعت الوالدين وصنعت اليدين وصنعت الجدود نتاعنا، وهذه تربينا عليها، فهمتني؟ ما تقلقش منها، صنعت صنعة ما تقلقش منها، فهمت؟ الصنعة هذه هي صنعة التعب، وكما نقولوا مهنة المتاعب عنا، احنا عندك انت زادة مهنة المتاعب. ما خممتش نهار قلقت هكا؟ لا، ما تنجمش تقلق منها، خاطر هذه خدمتك، فهمتني؟ وصنعتك ما تنجمش تقلق منها، فهمت؟ اللهم كان الواحد كبر، ما عندنا اولادنا يجيو بعدنا، واولادنا واولاد اولادنا من بعد ياخذوا علينا المشعل، وديما هكا كلمات نفس يعني الغرام يقعد من البول الولد. ايش نقول لك، كل واحد كيفاش يتبع توا، ثم الولد يحب يقرا على روحه، ما يحبش مثلا مهنه هذيك، ثم ناس اخرى تتعلم علينا ويتعلموا ويخدموا، وديما هكا تقعد متواجده الصنعه هذه. المقروض هو السيمه الاساسيه للمولد في القروان، هو الدلاله خلينا نقول. بالطبيعة ديما في المولد ديما هكا، ولا في رمضان اللي 27 وكل تلقاها ديما هكا حافلة، وديما المقروض موجود معناتها في أي وقت معناتها موجود. أكثر حاجة تميز مقروض القروان شنو؟ مقروض معناتها نقولوا نحن ثم مقروض الدقلة تمر، مقروض اللوز، أنواع توا ولت برشا فيه أنواع، معناتها ثم معناتها نقولوا نحن مقروض سمن وزيت زيتونة، هذه لفاحات والكل مريقلي. هذا اللي يميز مقروض القروان؟ طبيعة هذا هو اللي يميز مقروض القروان. نحكيو على المقروض وما أدراك ما المقروض، معناتها بحذا الغاز بحذا الزيت. قل لي ساي قداش عندك في المقروض، قد عندك من عام؟ أنا عندي توا 45 سنة. 45 سنة؟ قد إيه من 66 50 هكاك 47 45 سنة نخدم في المقروض كي هكا. من عام 66؟ معناتها من عام 66 بديت في الميدان. أنا عمري 66. عندي 66 سنة عندي ولا أكثر شوي نخدم في المقروض هذا. تو خاطر تعبت وما عادش نجم، فهمتي كل شيء، وليت فهمتي نخدم يعني خاطر حانوتي، فهمتي معناها، وعندي ولدي فهمتي معناها كان يخدم معايا، فهمتي ولدي هو مشوا لهنا تو، فهمتي
وليت انا عييت وليت انا نقلي فهمتي معناها وصاحبي زميلي يخدم معايا فهمتي. شنو اللي تبدل في مقروض القروان؟ والله نزيد وكان قبل شويه ما فماشي مش مشهور برشا برشا فهمتي. تو تشهر بالقدا مقروض القروان تو تشهر فهمتي وتو ولات صناعه تقليديه ذي فهمتي معناها كثرت تو خدمه المقروض وخارجه تو خدمه المقروض. 47 سنة التالي نقول وإحنا 45 سنة من اللي بديت أنت تخدم، كيفاش كان المقروض؟ كان قليل شوية مش بكثرة كما هكا. باش كان يتميز على الأقل؟ هو فهمتي معناها كما قبل كان لفواح فهمتي ما تطور فيه شيء. شنو فهمتي ولا توا فهمتي بالزقوقو ولا مقروض أبيض باللوز وين من قبل فهمتي يمكن توا عنده 30 سنة فهمتي 30 سنة تقريبا ولا باللوز ولا مقروض أبيض ولا مقروض بالزقوق. أما الأصيل هو المقروض بالتمر زيت زيتون. تاكل أنت المقروض؟ أنا والله كي نخدمه بزيت زيتون ناكل بالحق، كي نخدمه بزيت زيتون ناكل.